يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نزل سقط من امرأة في شهره الأول، فهل يدفن في مقابر المسلمين أم يدفن في أي مكان مناسب؟ في شهره الأول ما له حكم، هذا ما له حكم، ولا شهره الثاني ولا الثالث، إنما هذا في الرابع إذا نفخت فيه الروح، فهو يأخذ أحكام الجنائز. أما قبل 4 أشهر يدفن في أي مكان. نعم.